تعالوا نروح للدوري المحلي، ما هو جزء من المنظومة، هو برضو نتاج لسياسات وإدارة اتحاد الكورة. والحقيقة أنا مش عارف إنه بيضحك علينا طول الوقت من بعض الإعلاميين، يعني اللي تقلك إن الدوري المصري أقوى دوري في المنطقة وأقوى دوري في الشرق الأوسط. مش عارف، أنا مش شايف كده الحقيقة. شايفين إن هو أقوى دوري في المنطقة؟ لا، الدوري السعودي بوضوح هو أقوى دوري في المنطقة العربية. لو هنتكلم عن المنطقة العربية طبعا الدوري السعودي أقوى بوضوح. منتخب الدوري المصري تراجع كتير قوي عن قبل كده. بداية ده هو غياب الجمهور، الجمهور مش موجود، فاللعيبة الموجودة مش متعودة إنها تلعب قدام جمهور، ففي أول احتكاك قدام جماهير بنلاقي الموضوع مختلف تماما. شفنا كده مع لعيبة كتيرة جدا، بالتالي تراجع مستوى الدوري المصري أثر على لعيبة منتخب مصر، لأن الدوريات الأفريقية أو دوري أبطال أفريقيا ما بقاش زي الأول بنفس القوة بتاعت زمان. فالاحتكاك اللي كان بيحتكه الأهلي قدام إنيمبا والقطن الكاميروني وأندية تونس والجزائر والمغرب زمان اختلف خالص عن الاحتكاك اللي بتاع دلوقتي. صحيح. فأندية مثلا السنغال هي بطلة أفريقيا وصلت كأس عالم، لكن بطولات أفريقيا مثلا دوري أبطال أفريقيا مش تلاقي فرقة من السنغال، ولو موجودة فهي فرقة ترتيبها يعني خامس. ومع أو ذلك بقى محمود، ده اللي يغيظك أكتر، يعني الحقيقة اللي حارقني أكتر إنه رغم إنه معظم اللعيبة المحترفين بيطلعوا من افريقيا بسرعه ويلعبوا في دوريات بره في اوروبا، فبالتالي الانديه الافريقيه مستواها المفروض يبقى متوسط. بالظبط. ومع ذلك الانديه المصريه اول ما بتطلع باستثناء الاهلي، لان الاهلي واضح انه معاه سر خلطه افريقيا او مفتاح افريقيا يعني ما عدا البطوله الاخيره، لكن الاهلي موجود ومتسيد افريقيا. لكن معظم الانديه المصريه بتواجه صعوبات فظيعه لما بتطلع في افريقيا، بدليل انه حتى على مستوى البطوله الاضعف بيراميدز وفيوتشر والمصري ومش عارف ايه لما دخلوا ما مشوش في الكونفدرالية وخسروا، ومفيش حد حقق البطولة غير الأهلي والزمالك. فلا، ده معناه ان انت عندك مشكلة، حتى لما بتقابل الأندية المفروغ المفرغة من المحترفين الجامدين اللي بره بيتفوقوا عليه، مستوى التنافس أقل كتير من قبل كده. زمان كنت تشوف، ومعنى كده ان انت كمان مستواك أقل طبعا، يعني حتى مع الفرق الضعيفة دي انت مش عارف تتفوق عليها طبعا، بالتبعية المستوى بيقل. انت طالما انت التنافس مستوى بيقل فانت ما بتحتكش بفرق كبيرة. فلما احنا كمان كمنتخب مصر نروح نلعب كوتيفوار، نروح نلعب الكاميرون، لا ده ليفل تاني بقى، نتفاجئ بقى ان احنا نتفاجئ ان احنا مش عارفين نقدم ايه، لان اللعيبة بتاعتنا انا شايف ان فلان نجم النجوم، بس هو نجم في المستوى اللي هو بيحتك فيه هنا اهو. لما يروح بقى يقابل المستوى بعد كده بتلاقي ان ايه ده، انا عندي مشكله في كذا. قلت شويه اللعيبه اللي عندنا في الدوري ما بيتنططوا علينا بتنطيقه ولا تشميسه ولا مش عارف ايه بتاع، اول ما بيقابلوا اللعيبه اللي بجد بيبانوا على حقيقتهم للاسف الشديد. مشكلتنا فين في الدوري المحلي يا عمر؟ يعني انا مش عارف هل الكواليتي بتاعه اختيار اللاعبين والناشئين ما بيتظبطوش كويس، لما بيطلعوا بيبقى مستواهم متوسط زي ما احنا شايفين. هل كمان سوء اختيار المحترفين اللي احنا بنستخدمهم؟ يعني كل العالم العربي بيستخدم محترفين احسن مننا، الخليج بيستخدم محترفين يمكن عشان قدرة الشرائية عالية فبيجيب ناس تقيلة، لكن المغرب العربي كمان لما بيجيب افارقة وفلوس قليلة بيحسن اختيارهم، احنا بنلبس في الحيطة مع المحترفين. مشكلتنا في الفيجن، في البلان، في الرؤية، في مشكلتنا في السوشيال ميديا، ازاي الاتنين مرتبطين ببعض. خلينا يعني احنا النهارده 23 سنه جديده وكده، مش عايزين يعني نقول للناس الحاجات، بس هو للاسف احنا بنتكلم عشان نطور، احنا ما بنتكلمش عشان ننتقد طبعا. بالظبط. فازاي الحاجتين مرتبطين ببعض؟ ازاي السوشيال ميديا مرتبطه بالفيجن؟ اول حاجه اللعيب بينزل او المجلس الاداره بالاداء مثلا بيكون وحش، السوشيال ميديا بتنتقد، بيجيبوا اللي على مزاج السوشيال ميديا، مش بيجيبوا الفيجن اللي هم عايزينه، مش بيجيبوا الرؤيه او التخطيط والبلان اللي هم عايزينه. السوشيال ميديا بقت بتنتقد ازاي اللعيب اللي بيعمل لايك او ريتويت او فولو؟ لا رأي. طبعا بي 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 الناس بتشكر فيه والناس بتديله يعني اكتر. الموضوع بيمشي بالحب. طبعا. ما فيش حاجه في بس الكرة. انا بتهيألي كمان في عنصر مهم، وانا في رايي من ساعه ما كترت قوي الحكايه دي بوظت صفقات اللاعبين، وهي موضوع وكلاء اللاعبين او سبسطره اللاعبين. زمان كان اللي بيختار اللاعب كشاف او اداره النادي او لجنه الكره في النادي، فكانت دايما بتدور على الاحتياج وعلى الموهبه وعلى الكفاءه وكذا. دلوقتي اللي بيختار اللعيب هو السمسار او الوكيل، وهو اللي بيعرضه على النادي. فالسمسار والوكيل ده مش هدفه الكفاءه ولا المهاره، هدفه الايه؟ ده يعني ده ممكن زي ما بيقول يعني دي من الليفل اللي بعد الثالث الدوري، يعني من بعد بيراميدز كده ممكن نقابل المشكله دي. عشان كده عندنا مشكله في كواليتي معظم اللعيبه. حياتك والله ولا الثلاثه الاوائل كمان ما احنا لبسنا بصفقات الثلاثه الاوائل دول في الفيجن بقى. ما هو الثلاثه الاوائل دول انا عندي القدره الشرائيه، بس انا ما عنديش الفيجن ان انا اشتري مين. ايوه، ما هو ده اللي انا بقوله لك، انه للاسف السمسار يجي يظبط لي فيديو متفبرك خمس دقائق احس ان انا قدام مارادونا، وبعدين اول ما ينزل الملعب الاقي ما علشان انا ابو حباجه، ما علشان انا بقيت بمشي ورا السوشيال ميديا. ايوه صحيح، بمشي ورا السوشيال ميديا ان انا عندي لعيب مثلا على كفاءه عاليه، بس السوشيال ميديا بتنتقده دلوقتي. لا انا عايز اروح اجيب واحد تاني محترف عشان السوشيال ميديا قالت لي ان انا اجيب محترف،
فانا اصلا مش مسخر امكانياتي او مش مسخر الناس الكشافين زي ما حضرتك بتقول ان انا لما اجيب واحد من بره لازم اتفرج عليه. حضرتك دلوقتي بقى بتفرج على اللعيبه بره الملعب، بمعنى ايه؟ عشان لعيب نص اداري ونص كوره. النص الاداري ده انا بشوف ازاي بيتحكم في، بينام ازاي بره الملعب، يعني بينام بدري ولا لا، بياكل ازاي، بيلعب ازاي، بيخرج ازاي، عايش حياته ازاي، محترف ولا لا. وبعد كده بشوف في الملعب، بشوفه هو، مش بشوفه في فيديو. اصلا انا لو طلعت فيديو ليا في الخماسي مع اصحابي هطلع لعيب، هطلع نجم، هطلع مالديني يعني. لكن بشوفه ازاي في مثلا موسم دوري، بشوف اصاباته، بيتصاب ازاي مثلا في اخر 3 سنين. هل ده موجود عندنا؟ لا، احنا عندنا بيجي السي دي عليه نص ساعه اللعيب بيلعب فبنجيبه. ليه؟ عشان ما فيش الفيجن. طب احنا عندنا حتى بنقول ان انا مثلا عندي دلوقتي متوسط اعمار اللاعبين كذا في المركز الفلاني، فهجيب مثلا دلوقتي، لا مفيش كلام انت بتقول لعيب صغير. ما هو ده بقى ده بنتعامل بمنطق رد الفعل، عندي خرم في الحته دي الحق سده وخلاص. بالظبط بالظبط، ده مفيش رؤيه. ما هو ده بقى نابع عن حاجتين. اول حاجه زي ما يعني زي ما كنا بنقول في الاول، تاثير السوشيال ميديا وضغط الجماهير على الادارات الانديه وضعف ادارات الانديه فكريا بيوصلنا لده. صح. ليه؟ لان انا لو راجل قوي وعندي قرار وعندي اداره وعندي رؤيه مستقبليه وعارف انا بعد سنتين انا هيكون في المستوى مثلا الفريق كذا، وبعد 3 سنين هيكون عندي متوسط الاعمار كذا، انا مش هبص للسوشيال ميديا. ليه؟ لان انا ماشي على بلان مليون في المية. لكن انا مش عندي بلان، انا بمشي السنه دي 5 لعيبه وبجيب في نفس الميركاتو 10 لعيبه، وفي الصيف ولا يعني لو بجيب 10 لعيبه في الصيف همشي منهم 5 في الشتاء، ومنهم لعيب ما يكونش لعب غير ماتشين. صحيح.